بسم الله الرحمن الرحيم. أسهل طريقة لتفعيل الداونلود اللي هو البرنامج ده من ده اللي انت بتقدر تحمل الفيديوهات او اغاني او اي حاجة بتقدر تحملها من النار بطريقة سهلة وبسيطة جدا، لا محتاج برنامج ولا محتاج تفعل حساب ولا اي حاجة. كل اللي عليك هتعمله هتخش على جوجل كروم المتصفح، يفتح معاك جوجل كروم وتروح على الأيقونة دي وبتيجي عند المزيد من الأدوات وبتختار الإضافات. اخترنا الإضافات أدي طبعا الداونلود، بتعمل العلامة الصح اللي هنا اللي على الشمال اللي هي تمكين تم التمكين، وعلامة صح على السماح بالدخول إلى عناوين اليو ار ال للملفات. بعد ما بتعمل العلامتين دول بتقدر تحمل من أي موقع أي فيديو أنت عاوزه. هنرجع تاني ونشرح تاني بسرعة عشان نقدر نفهم. احنا بنخش على الأيقونة اللي على الشمال وبنجيب المزيد من الأدوات ونجيب الإضافات. أول حاجة الداونلود، طبعا احنا نزلناه، لما بننزله على الجهاز بيحتاج تفعيل. طبعا التنزيل اي حد بينزل، اهم حاجة التفعيل، من غير برامج من غير اي حاجة بتخش على اعدادات جوجل وبيبقى تعمل علامة صح على تم التمكين وعلامة صح على السماح بالدخول الى عناوين اليو ار ال للملفات وبكده، وتقفل الجهاز وترجع تفتحه تاني، وبكده تقدر تحمل اي فيديو اي حاجة من على اي موقع تقدر تحملها بسهولة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.